بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. يا رب كل الناس اللي شايفانا هنا تنزل تضغط لايك في البداية كده عشان تشجعنا عشان نكمل القصة بتاعتنا ده كده في البداية. من باب أي حد يا جماعة بيصنع محتوى بيتعب بيتعب والله العظيم بيتعب، انزلوا اضغطوا لايك وشاركوا الفيديو مع اصحابكم وحبايبكم فدال على الخير كفاعل. خلونا نخش دلوقتي يا جماعه بشكل مستمر نتكلم عن اهم الثلاث شهور الاولى للحمل. يا دكتور، في الثلاث شهور الاولى للحمل ما هي المكملات او ما هي الفيتامينات او ما هي الاشياء؟ بتسالي السؤال ده كتير، مش بعيد يكون جالي سؤال النهارده. هذا السؤال يعني قررنا بسبب كثره الاسئله في هذا الامر قررنا ان احنا نعمل فيديو بشكل سريع في دقيقه او دقيقتين نوضح للناس. يا جماعه بصوا، في الثلاث شهور الاولى للحمل احنا عايزين حاجه تبني الجهاز العصبي للطفل، حاجه تبني الجهاز العصبي للطفل ويحافظ ايضا على الجهاز العصبي للام. ايه هي الحاجه اللي محتاجين ان هي تكون متواجده؟ نقول حمض الفوليك، فوليك اسيد او حمض الفوليك. يعتبر حمض الفوليك يعتبر من ضمن الحاجات اللي تحافظ على سلامه وصحه الجهاز العصبي للطفل وايضا تحافظ على الجهاز العصبي للام. يبقى دي كده النقطه رقم 1. احنا بقى بنتكلم عن اول حاجه نتكلم عن حمض الفوليك. نقص حمض الفوليك ده يبقى سبب ايه؟ يحصل تشوهات في الدماغ ويحصل تشوهات للطفل. فاحنا يا جماعه حمض الفوليك من اول شهر ناخده. حمض الفوليك ضروري جدا ومهم جدا نستعمله كحمض الفوليك سواء كان اقراص من الصيدليه او نركز على الاغذيه اللي فيها حمض الفوليك في الاكل بتاعنا. ده كده رقم واحد. حاجه ثانيه برضو نتكلم عن عايزين حاجه للمناعه. يبقى عايزين حاجه لمناعه الطفل والام عشان نمنع ان يحصل الزقاقات بتاعه الحمل. فاحنا نتكلم محتاجين حاجه للمناعه. طبعا لما نقول المناعه نقول فيتامين سي. وفيتامين سي ايضا نحصل بشكل مباشر سواء كان مكملات غذائيه موجوده في الصيدليه او من الاكل بتاع حاجه ثانيه. محتاجين حاجه ثانيه عشان تبني دماغ الطفل وايضا تحافظ على صحه وسلامه القلب والاوعيه الدمويه عند الام. طب يا دكتور احمد، ايه الحاجه دي؟ بشكل بسيط رائع وبسيط جدا نستطيع ان نقول هو الاوميجا 3. يبقى اول 3 شهور في الحمل او بنسموهم فيرست ترايمستر ده بنستعمل فيه ايه؟ بنستعمل الاوميجا 3، حاجه عشان تبني دماغ الطفل وتحافظ على صحه وسلامه الاوعيه الدمويه بالنسبه للحاجه علشان تمنع التشوهات العصبيه اللي ممكن تحصل للطفل. فبناخد الفوليك اسيد. حاجه ثالثه محتاجين حاجه عشان المناعه، يبقى هناخد فيتامين سي. وبكده نكون خلصت الحلقه بتاعتنا النهارده. شكرا ليكم، كان معاكم دكتور احمد عطيه دهشان طبيب تغذيه في تركيا. دمتم بصحه وعافيه، مع السلامه. خلوا بالكم من نفسكم.